السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا لكم من جديد من قناة عبدو مارتيل. اليوم غادي للمشروع دار الهناء، احنا قربنا نوصلوا ليه باش نوريكم الاخوان المشروع وتعرفوا على البراطم ان شاء الله. الناس اللي كتسول هذا البراطم ديال السكن الاقتصادي ب 25 مليون، مرحبا بكم في تمارة عين عتيق. هو كما كتشوفوا معنا دابا غادي نمشيو للشقة النموذجية. المشروع هو هذا كما كتشوفوا معنا، ثمن الخوت راه 25 مليون. احنا غادي نمشيو للشقة النموذجية هي هنا، خليكم معنا. المسجد راه فين هو؟ هذه هي الشقة النموذجية. غادي نمشيو الاخوان نبداو من الاضاءه، شوفوا الاضاءه. ايوا الاخوان كما كتشوفوا معنا، هذه هي البارطمان، هذه الشقه النموذجيه، هذا الصالون، ثمن 25 مليون. هذه هي الشقه النموذجيه اللي كنبارطاجي معكم. هذا المشروع دار الهناء عين عتيق، هادي راه الكوزينه كما كتشوفوا معايا. الكوزينه راه هي هادي، شوف بلاصه الثلاجه، بلاصه الثلاجه كبيره، هانتوما المساحه ديالها. لاكارات هما، ماكينة الصابون، فران، لافابو، دابا نشوفو من الما، البلاصة لي تشوفو هي، هنا الإخوان السانيتير، الطواليط، لابابو، وهادي المرايا أونفاس معانا، هذا ديال التنفس. هذه هي الكوزينه، هذا الشومبر، فيها جوج شومبرات، برد مواعرة، دايرين دوك مجيرات صغيورين، واحد هنا، الثاني، هادي غير شونتيوي تيهما الإخوان،
بكرات وما ادري اخوان. انا الاخوان كاين الدوش بصا ديال الدوشيه هادي لابابو هاو فين كاين، وكاين مرايه اخرى هاد المرايه ديال الدوش. انا الاخوان شومبر ديال الاطفال، نتسد هذه واحد راه الفوق وهذا الشيء الاخوان، واحد الكرسي هنا مجرات شي ناضي، وهذا راه الباب على برا كتشوف الاخوان، هذا باب اللي تخرج على برا تخرج منه، وتدخل من الداخل راه تدخل من الواجهة ديال السنسور، راه فيهم 6 سنسور، تمن اخوان 25 مليون. هانتوما داكشي ناضي، والاخوان اللي خاصتو شي حاجه مرحبا، وما تنساوش الاخوان تابونوا في قناه عبدو مارتين باش يوصلكم ديما الجديد. السنسور البلاصه ديالو هذا هو السنسور الشومبرات اخوان، بارتمان تاع بارتمان ابارتمان، الدخله ديال الباب هي هادي، الدروج ديال السطاح هما هادو كيما شفتو معانا، الطابلو الاول ترا هما هادو، الدخلة ديال الباب هي هادي، الأرقام أخوتي ديال العمارة شي براوات شي حاجة كتفهم ليه، هانتوما هي الما، هادو باش تصوني على البراطم هنا، و هادا هو الباب ديال الدخلة كيما كتشوفو معانا، الدروج راه وريتهم لكم هما الدروج باش طلع السطح، لو بغيتي طلع راه طلع من السنسور و طاج يا خوان كيما كتشوفو معانا، كاين طاج فيه 4 البارتمات، الأولى الثانية الثالثة الرابعة، و مرحبا بالجميع. مرحبا بكم عند مشروع دار الهناء، يلا تبارك الله عليكم، كان اخوكم عبدو مارتين من عين عتيق، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.